السلام عليكم البنات، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح، ان شاء الله نلقاكم بصحه جيده يا ربي. كيما راكم تشوفوا البنات، تجديد بعض المشتريات، يعني حاجه خفيفه للطاوله تاع رمضان، نوريها لكم ونوري لكم اون فيت الديكوراسيون اللي راني حنديرها. هنايا شريت هذو لي كوفير، هذو شريتهم من كارفور، وشريت ثاني هذو المناديل ولا لي طورشون، هذو شيتهم من ستوكوماني، يعني البنات اللي يسكنوا هنا في فرنسا. وهذه شريتها تاع لي بوجي، شريتها من اكسيون. شريت هذا شومان دو تابل، لقيت غير هذه لا كولور، كنت حابه في النوار ترانسبارون مي ما لقيتش. شريتها من جيفي، لي بوجي شريتهم من اكسيون، وهذو كيسان شريتهم من كارفور. وهذا السيرفيس كامل شريتو من اكسيون، كيف كيف مع لي بلا هذوك. وهذو لي سيت دو تابل هنايا شريتهم من جيفي، جايين النوار بالارجنتي. شريت هذه من ستوكوماني، قلت ندير فيها الحليب تاع رمضان ان شاء الله. وشريت هذه لي ديكوراسيون هكا، هذه من الي اكسبريس، وهذه شريتها من ستوكوماني، قلت نقدم فيها التمر والكيسان تاع الحليب. فوالا البنات، من بعد هنايا ننتقلوا، درت هذاك الشومان دو تابل هنايا ماهوش يبان مليح، وزدت هذوك لي سيت دو تابل. من بعد كي ننتقلت هنايا للاواني تاعي، راني نحط فيهم كل واحد، راني نحط له في لي زاسيات تاعو. من بعد البنات هنايا جبت هذوك المناديل ولا لي طورشون، طبقتهم نورمال بهذا الشكل. من بعد كي درت زعما فيهم هكا طويات كيما راكم تشوفوا هنايا، وربطتهم نورمال فوالا، باش يجي الشكل تاعهم شباب. فوالا درتهم كامل بنفس الطريقه. من بعد كي البنات هنايا راني حنحط هذوك لي كوفير، يعني كل واحد نحط له لي كوفير تاعو. ونجو هنايا للكيسان، ثان كل واحد نحط له الكاس تاعو. من بعد هذوك المناديل كامل ثان لازم نحطهم. هذه هي البنات، يعني حاجة خفيفة. حطيت هذاك بوكي دو فلور تاعي كيما مؤلف، حطيت هذوك لي بوجي ثانيك، وهذو لي بلاطو شريتهم من اكسيون، قلت نحط فيهم بلاك كاش مملحات ولا. فوالا، وحطيت هذيك بتيت ديكوراسيون، يعني تفكرنا برمضان. حطيت التمر تاعي والحليب، وزدت حطيت هذوك لي بلاطو. فوالا البنات، هذه هي الطاوله تاعنا كيفاش جات. زدت هذوك البنات هذوك لي لينيير دي غيرلوند، هذوك يتباعوا فرانشمون ماشي غاليين، يعني يعطوا شكل شباب للطاوله، ننصحكم تشروهم نتوما. مثلا هذه هي البنات، ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم. المشتركين تاعي نقول لكم يعطيكم الصحه على لي كومونتير تاعكم والتشجيعات. مشتركين جدد نقول لكم مرحبا بكم، نورتوا القناه. اللي مازالوا ما اشتركوش في القناه نقول لهم اشتركوا دوكا وفعلوا الجرس، باش ان شاء الله يوصلوكم الفيديوهات الجايين. ان شاء الله ربي بلغنا رمضان بالصحه والستر، وصحه رمضانكم، وكل عام وانتم بخير. تهلاو في روحكم في لافامي تاعكم،
ou à la prochaine, inshallah.